بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الدرس 35 من كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي بعنوان وصايا اجتماعية. هذا الحديث مطلوب حفظ وشرح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المفردات والتراكيب في هذا الحديث: تدابروا يعني يقاطع بعضكم بعضا، المقاطعة، الخصام. يخذله يتخلى عنه ويترك معونته ونصرته. يحقره يستصغره، يقلل من شأنه، يستهزئ به. هذا الحديث النبوي الشريف أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. أمر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأمرين نستنتجهما، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين نستنتجهما. الأول أن يكونوا إخوة متحابين، أن يكون المسلمون إخوة متحابين. اثنين، أن يعمل كل واحد منهم لمصلحة المجتمع. هذا الثاني نتيجة الأول. إذا كانوا إخوة متحابين متكاتفين، أكيد رايح يعمل لمصلحة المجتمع وليس لمصلحته الشخصية. ما الأسلوب الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق الأخوة والمحبة بين المسلمين؟ طبعا حسب هذا الحديث النبوي الشريف، الجواب: حذرهم من ممارسات وأخلاقيات تؤثر سلبا في العلاقات بين أفراد المجتمع. حذرهم، قال: لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تناجشوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه كلها إيه؟ ممارسات وأخلاقيات سلبية تؤثر في العلاقات بين أفراد المجتمع. كل هذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاقيات والسلوكات السلبية، كلها بدون استثناء تؤثر في علاقة المجتمع مع بعضه البعض لو أنها شاعت في المجتمع. سؤال: حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في هذا الحديث الشريف من ممارسات وأخلاقيات عدة، علل لماذا أنهي هذا؟ لماذا؟ وذلك لتحقيق الأخوة والمحبة بين المسلمين، فيقوم كل واحد منهم بالعمل لمصلحة المجتمع، ها؟ لتحقيق الأخوة بين المسلمين حتى يعمل كل واحد منهم لمصلحة المجتمع. اثنين، لأنها تؤثر سلبا في العلاقات بين أفراد المجتمع. حذر منها، بتأثر علاقة سلبية بتصير بين أفراد المجتمع، ممكن تؤدي لأيه؟ الخصام، الاعتداء على المال، الاعتداء على العرض، الاعتداء على النفس، وهكذا. لتحقيق الأخوة والمحبة بين المسلمين، حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف من ممارسات وأخلاقيات عدة تؤثر في العلاقات بين أفراد المجتمع. بين تسعة منها أو اذكر تسعة منها، ويجي سؤال وزاري أنه اذكر ثلاثا منها. اذكر ثلاثا منها: واحد، الحسد. اثنين، التناجش. ثلاث، البغضاء. أربعة، التدابر. خمسة، البيع على البيع. ستة، الظلم. سبعة، الخذلان. ثمانية، التحقير. تسعة، الاعتداء على الناس. إذا تناول هذا الحديث الشريف تسع ممارسات سلبية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الممارسات. لنقف عند كل واحدة من هذه التسعة. أولا، الحسد. ما المقصود بالحسد؟ الحسد المقصود به هو تمني زوال النعمة على الآخرين. واحد بشوف واحد ناجح في صناعته، ناجح في تجارته، ناجح في دراسته، بتمنى أنه يرسب، بتمنى أنه يخسر، بتمنى أنه يصير إنسان فقير، وهكذا. إنسان الله عز وجل رزقه بأولاد صالحين، بصير يتمنى أنه أولاده يقلبوا يصيروا مش كويسين. لذلك مجرد ما سمع خبر سيء عن هذا الشخص بفرح. هذا هو الحسد. اثنين، الحسد حكمه أنه محرم. ليش؟ أو ما الحكمة من ذلك؟ وذلك لما فيه اعتراض على قدر الله عز وجل في نعمه على الناس. اعتراض،
أنا لما تحسد إنسان الله سبحانه وتعالى وسع عليه بالرزق، أعطاه أولاد صالحين، أعطاه همة بالدراسة، بجيب معدل عالي، أعطاه ربنا عز وجل تخصص كويس في الجامعة وهكذا، علامات دائما عالية، هذا نعم ربنا، لماذا أعترض عليها؟ بدل أن تعترض عليها سابق ونافس، فالله عز وجل أعطى هذا، أعطى هذا بعد أن أخذ بالأسباب. طبعا هذا سؤال متكرر على كل فقرة من فقرات الحديث النبوي الشريف. بقول لك اكتب حديثا نبويا يدل على تحريم الحسد او يدل على تمني زوال النعمة الاخرين، بقول قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، فقط هذا المكتوب. او ممكن يقول لك سؤال عكسي، ما التصرف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا؟ بكتب الحسد او تحريم الحسد. ثانيا التناجش، معنى التناجش هو الزيادة في ثمن السلعة لا لأجل شرائها ولكن لخداع الناس بذلك حتى يزيدوا بالثمن. لذلك الإسلام حرم التناجش، حرم الإسلام التناجش. لماذا؟ أبين الحكمة من ذلك. نقول أولا لأن فيه غشا وخداعا وأكلا لأموال الناس بالباطل، في غش، في خداع، مخادعة الناس. ما برفع السعر لأنها إلى أن نقيم التهيك مرتفعة، لكن برفعها حتى الحاضرين يرفعوا السلعة أكثر مما رفعته. أنا بكون متفق مع صاحب السلعة وبكون بينه وبينه وبكون أنا ويا أصحاب السلعة أصلاً، لكن الناس ما بيعرفوا إنه أنا واحد منهم، بقعد أرفع بالأسعار وكذا حتى ترفع الناس الأسعار أكثر مما طلبت. لذلك أول شيء في أكل لأموال الناس بالباطل، اثنين لأنه يؤدي إلى العداوة بينهم. طبعا كل هذه الأمور التسعة بتؤدي للعداوة بين الناس كلها بدون استثناء. لذلك يعني دائما أكتب هذا السبب، لو قال لك بين الحكمة وكذا أول ما تكتب، لأنه يؤدي العداوة بين الناس، لأنه يؤدي الكراهية بين الناس، لأنه يؤدي إلى البغضاء بين الناس، أي واحد منهم بكون صح. إذا هذا يؤدي إلى العداوة بينهم. طيب هل من مصلحتنا أنه نعمل إشي بيؤدي للعداوة بين الناس؟ لا أكيد لا. بدل انه لخادع الناس باكل اموالهم بالباطل نرفع الاسعار، لا خلص تاجر بتجاره صافيه ونظيفه وكون انت انسان امين وصادق في تجارتك واربح القليل والله سبحانه وتعالى يبارك، البركه ليست في الكثير. طيب خلينا نشوف مثال معاصر عن بيع التناجش، وذلك ما يحدث في بعض المزادات العلنيه. مزاد علني على بضاعه معينه، سياره، دار، ارض، كذا الى اخره، ملابس، اي شيء صغر او كبر. وذلك عندما يتفق البائع الذي يعرض سلعة مع شخص أن يزيد في سعرها كلما وضع لها أحد الحاضرين سعرا معينا، فإن قال أحدهم مثلا أنا أشتريها بمئة دينار، زاد ذلك الشخص فقال مثلا أنا أشتريها ب150 فرفع 50 دينار، فهو لا يريد الشراء ولكن يريد أن يخدع المشترين حتى المشترين يرفع فوق 150 لأنه وقفت على 100، وهذا نفسه اللي رفع ل 150 متفق بين اتفاق وبين صاحب السلعة، تمام، حتى أنهم يضطروا إلى رفع السلعة أكثر من 150 ليحوزوا عليها وهو يأخذ ثمنا أغلى مما وضع له. فهذا هو بيع التناجش. التناجش إنه هذا الإنسان الوسطان اللي قال 150 هو كذاب وما بده يشتري، إنما بده يغري الآخرين حتى يرفعوا السعر أكثر. شوف هذا الحد اللي السؤال قلت لكم عنه متكرر، اكتب حديثا نبويا يدل على تحريم التناجش او يدل على تحريم الزياده في ثمن السلع لا بقصد شرائها ولكن بل لخداع الناس بذلك، قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. ما التصرف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا؟ التناجش. البغضاء، اولا الاسلام طبعا بقول ممكن يقول نهى الاسلام عن البغضاء، وضح ذلك. وقال اولا حث الاسلام على الالفه والموده بين الناس، هيك الاسلام قال لنا، قال يكون بينك الفه ومحبه وموده بين الناس. اثنين حرم الاسلام كل ما يؤدي الى الكراهيه والبغضاء بين الناس بين المسلمين. من امثله ذلك اللي حرمه وهذا بتؤدي للبغضاء السب، الشتم، غيبه، نميمه، ظلم، غش، خداع. علل ذلك، بين الحكمة، لماذا حرم الإسلام السب، لماذا حرم الشتم، لماذا حرم كل ما يؤدي إلى الكراهية والبغضاء؟ مقول واحد، لأن هذه الأمور تعكر صفو الأخوة، بطل يصير في أخوة إسلامية صافية، بتعكر. اثنين لأنه ينشر الكراهية بين الناس، طبعا ينشر الكراهية بين الناس فيما لو جاني السؤال مثلا حرم الإسلام السب والشتم والغيبة والنميمة والظلم والغش أو واحد منهم،
بقول لأنه يعكر صفو الأخوة، اثنين لأنه ينشر الكراهية بين الناس. اكتب حديثا نبويا يدل على تحريم البغضاء أو تحريم كل ما يؤدي إليها من السب أو الشتم أو الغيبة إلى آخره، بقول لا تباغضوا. ما التصرف المنهي عنه في قوله لا تباغضوا؟ البغضاء أو التباغض. الأمر الرابع التداور، وضح ذلك. منقول أولا الإسلام حريص على التواصل مع الآخرين، دوام التواصل مع الآخرين، هذا حرص الإسلام. اثنين، نهى الإسلام عن المقاطعة اللي هو إيه؟ التدابر. نهى عن التدابر أو عن المقاطعة. علل ليش؟ إيش الحكمة؟ أولا لأنها تضعف العلاقات بين الناس. تدابر خصام مش بيسوي بالعلاقة بين الناس، بضعفها، بخليها تصير علاقة هشة، علاقة ما لها قيمة، علاقة بتصير واقفة على أي تصرف يصدر من الطرف الآخر حتى تقوم مشكلة أكبر. لذلك منقول لأنها تضعف العلاقات بين الناس. اثنين، تؤدي إلى الكراهية. كل يوم بكون فيه تدابر ومقاطعة ما بين المسلمين، بيؤدي هذا اليوم الزيادة إلى أنه بتزيد الشحنة، بتزيد الكراهية، لأنه الشيطان شغال وبشحن بالطرفين 24 ساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ممنوع، حرام فوق 3 أيام. 3 أيام بكل إنسان خلص، المفترض أنه صفي شو ما كانت المشكلة. فلذلك المفترض بعد 3 أيام أنه يرجعوا الإخوة لبعضهم البعض، يتصافحوا، يتسامحوا وكل شيء. طيب، هذا الحديث نفسه على ما يدل هذا الحديث الشريف، أو من معنى نستفاد من الحديث الشريف، إلا هي النقطة 1 و2، أنه حرص الإسلام على دوام التواصل مع الآخر، وأنها على المقاطعة والتدابر. ممكن أقول لك أكتب حديث، أكتب من حديث وصايا اجتماعية ما يتوافق مع هذا الحديث أو ما يؤكد معنى هذا الحديث، بقول لا تدابروا. أكتب حديثا نبويا يدل على تحريم التدابر أو المقاطعة، لا تدابروا. ما التصرف المنهي عنه؟ لا تدابروا. التدابر أو المقاطعة. الأمر الخامس اللي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الخلق السلبي أو السلوك السلبي، البيع على البيع. البيع على البيع. للبيع على البيع صورتان اذكرهما، هذا سؤال وزارة مثل ما انتم شايفين عندكم على الكتابة، احفظوا كالتالي: إنه البيع على البيع بحصل بالصورة الأولى من بائع ثاني، أما الصورة الثانية بحصل من مشتري ثاني. خلينا نفصل. الباء، إنه اثنين بتفقوا أن يبيع أحدهما للآخر سلعة، خلص اتفق بائع ومشتري، دخل على الخط واحد بائع ليفسد البيع، فيأتي المشتري إيش بقول له؟ هذا بائع ثاني، هذا بده يشتري بضاعة معينة، قال له هذا ب100 دينار، فيقول للمشتري أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن، أنا بعطيك نفس البضاعة اللي أخذت من عنده ب80 دينار بعطيك إياها، وأبيعك خيرا منها بهذا الثمن، أو أبيعك خيرا منها بهذا الثمن، أعطيك جودة أعلى ب100 دينار. هذا البيع على البيع، صاروا متفقين. هذا روح البائع على البيت متفق، خلص البضاعة هي صارت على اسم فلان، والمشتري روح، إجى التاجر هذا الثاني دخل للمشتري التلفون، راح له للبيت قال له اسمع أنا ببيعك البضاعة، ببيعك بضاعة بأنقص. شوفوا هذا البيع على البيع، هذا حرمه الإسلام. أو صورة ثانية، أن يتفق اثنان على أن يبيع أحدهما للآخر سلعة، باع ومشتري، فيأتي مشتر آخر ليفسد هذا البيع، فيقول للبائع وين راح المشتري؟ للبائع، قال له أنا بشتريها منك أكثر من هذا الثمن، أنا بدفع لك 120. خلص يلا 120 والله أحسن لي في 20 دينار زيادة، فما بالكم تكون قضية 1000 و2000 و3000 وكذا إلى آخره. إذا صار في صورة من الصور اللي أفسدها بائع ثاني، وصورة من الصور اللي أفسدها مشتري ثاني. اثنين، البيع على البيع حرام، يعني حرم الإسلام البيع على البيع. لماذا؟ بين الحكمة أو علل ذلك. شوفوا، لأنه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس. بالصورة الأولى البائع لحقه مضرة، البائع اللي خلص حجز البضاعة على اسم فلان لحقه مضرة ثاني يوم، بجوز انه قبلها بيوم جاء واحد قال له أنا والله بدي بضاعة، قال له والله ما في صارت مبيوعة، اذا ضرر. بالصورة الثانية صار في ضرر بالمشتري، المشتري روح للبيت وخلاص ومنتهى، وانا اشتريت ولقيت سعر كويس فافسد عليه، اذا يلحق الضرر بالناس. اثنين، ينشر العداوة بينهم او الكراهية وما اشبه ذلك.
اكتب حديث النبوي يدل على تحريم البيع على البيع او تحريم تدخل بائع او مشتر اخر لافساد البيع. من قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما التصرف المنهي عنه لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ البيع على البيع. ما المعنى المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا؟ وكونوا عباد الله اخوانا، المعنى المستفاد من ذلك ان يكون الناس اخوانا، يحب بعضهم بعضا ويتواصون بالخير بينهم، كل يحب بعضه، ولما بدهم يتكلموا مع بعضهم بتناصحوا بالخير، بتواصوا بالخير بينهم. سادسا الظلم، من السلوكيات السلبية الظلم. المقصود بالظلم هو تجاوز الحد، الطغيان، تجاوز الحد والاعتداء على حقوق الآخرين، هذا هو الظلم، تجاوز الحد والاعتداء على حقوق الآخرين، سواء كان باللسان أو كان باليد أو كان بالاعتداء على المال أو بالاعتداء على العرض أو غير ذلك، أي نوع من أنواع الاعتداء يسمى ظلم. سؤال، اكتب حديث النبوي يدل على تحريم الظلم او تحريم تجاوز الحد والاعتداء على حقوق الاخرين. المسلم اخو المسلم لا يظلمه. ما التصرف المنهي عنه في هذا الحديث اللي هو الظلم؟ النقطة السابعة اللي هو معنى اللي هو الخذلان. الخذلان، ايش معنى الخذلان؟ هو تخلي المسلم عن نصرة اخيه المسلم وما عنده. هذا الخذلان، خذله، ما نصره، ما اعانه، ما ساعده، تركه مخذول، كان بحاجته ما ساعده. اثنين، يجب على المسلم أن ينصر أخاه ويعينه إذا استعان به ليرفع عنه الظلم. بدي يعينه، بدي يقوم معاه، بدي يوقف معاه، مش يوقف معاه يهاوش، بدي يوقف معاه يسترد الحق لصاحبه، يسترد الحق لصاحبه. هكذا. ثالثا، لا يعني وجوب إعانة المسلم أن يعينه على الباطل وينصره لقرابة أو صداقة أو مصلحة دنيوية، بل يجب عليه أن ينصحه ويمنعه من ظلمه. من ظلمه، مش كل واحد ناداني للإعانة معناته صاحب حقه لازم أن أقوم معاه، لا، أنا بقوم، بكون قدام الحق، حتى لو كان هذا أخوك أو لو كان عمك أو كان خالك أو كان صديقك أو كان جارك أو في بينك وبينه مصلحة دنيوية، تجارة أو شراكة وكذا، أبدا، دائما كن قوال بالحق، انصح وامنع من الظلم كائنا من كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هل هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. إيش فوق يديه؟ يعني تمنعه من الظلم، تقول وقف، وين رايح، ممنوع تظلم. هذه نصرة المسلم إذا كان في حال ظلمه. على ما يدل الحديث الشريف هذا أو من معنى المستفاد منه لا نقطة اثنين وثلاثة اللي هم يجب على المسلم أن ينصر أخاه ويعينه إذا استعان به ليرفع عنه الظلم، وكذلك لا يعني هذا أن ينصره في باطله لقرابة أو صداقة أو مصلحة أو ما سوى ذلك. اكتب حديثا من حديث وصايا اجتماعية ما يتوافق أو يؤكد معنى هذا الحديث. المسلم أخو المسلم لا يخذله. المسلم أخو المسلم لا يخذله. ما معنى يأخذ فوق يديه؟ يعني تنصح وتمنع من ظلمه. اكتب حديثا نبويا يدل على تحريم الخذلان أو تحريم التخلي عن نصرة أخيه المسلم ومعونته. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله. احفظوا الأسئلة بالطريقة هذه، يعني احرصوا تكونوا حريصين على الأسئلة. يعني لو قال لك اكتب حديث نبويا يدل على تحريم الخذلان، يعني لا يخذله، واضح. لكن لو قال لك على تحريم التخلي عن نصرة أخيه المسلم ومعونته، جاب لنا معنى الخذلان، جاب لنا معنى الخذلان، انه قوله صلى الله عليه وسلم لا يخذله. ما التصرف المنهي عن الخذلان؟ اذا شفتوا كيف هذول السؤالين قاعدات ماشيت معنا من اول الدرس لحتى نهايته. ثامنا التحقير. التحقير لا يجوز لمسلم ان يستهين بالاخرين ويقلل من شأنهم لاي سبب كان، فقر، نسب، لون، مهنه، جنس، او اي سبب ثاني. ليش؟ وذلك لأن ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى والعمل الصالح وليس النسب ولا المال ولا الولد. هذا ميزان التفاضل. طيب أنا حتى أنه يعني أقرب الإنسان عنده تقوى وعمل صالح، التقوى ما حدا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت مطلوب منك تتعامل مع الناس بشؤون دنياهم، مش والله واحد بيجي يعني من رواد المساجد وواحد من تبعون الشوارع إذا صار بينهم إذا طلعت عليه بحتقر تبع الشارع وبرفع، لا، ما بحتقر إنسان، ما برفع هذا مشان والله لأنه بيجي بيصلي بالجامعة وهذاك لأنه ماشي في الشارع أو لأنه ما بفوت الجامعة. الاحتقار لا يجوز شرعا كائنا ما كان السبب. طيب اكتب حديثا نبويا يدل على تحريم التحقير أو تحريم الاستهانة بالآخرين والتقليل من شأنهم. قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحقره.
ما التصرف المنهي عنه في الحديث؟ التحقير. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على ما تدل الآية الكريمة ومن المعنى المستفاد منها؟ إنه ميزان التفاضل بين الناس هو التقوى والعمل الصالح. اكتب من حديث وصايا اجتماعية ما يتوافق أو يؤكد هذه الآية الكريمة: إن له إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من قول قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. هذا السؤال طبعا استنتج دلالة إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات. أولا أن التقوى محلها القلب، لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى، إلا الله فقط. أنت ما بتقدر، لا أنا ولا أنت بقدر أطلع على أنه هذا الإنسان تقي أو مش تقي. وقضايا الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وكذا وإلى آخره، هذه بتن علامات، هذه علامات. أما أقول هذا الإنسان يتقي، الله سبحانه وتعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذي يعلم التقوى هو الله سبحانه وتعالى فقط، لا نعلمها. النيات الله بيعلمها، نحن لا نعلمها. إذن هذا الأمر أول. اثنين، التقوى هي التي تدفع صاحبها إلى حسن الخلق، وتمنعه عن أمراض القلوب مثل الحسد، مثل البغضاء، مثل كل الأمور الماضية اللي بمنع منها إيشو إلا هو التقوى الله. ثلاث، التقوى هي ميزان التفاضل بين الناس، وهي المقياس الذي يحاسب الله به عباده. هنا الله عز وجل بحاسب الناس يوم القيامة، مش على الشكل ولا على المنزل ولا على المال ولا على الولد ولا الجاه ولا من وين أنت ولا شو جنسك ولا شو جنسيتك ولا شيء، إنما بالتقوى. ما المعنى المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ إنه يجب على المسلم تجنب تحقير الناس والتقليل من شأنهم. تاسعا، الاعتداء على الناس. جعل الإسلام لدماء الناس وأعراضهم وأموالهم حرمة عظيمة، ووضع التشريعات التي تضمن لهم هذه الحقوق. تشريعات مشان إيه؟ مشان هاي الدماء والأعراض والأموال ظلها معظمة وما أحد يقدر يعتدي عليها. مثل لما قلنا في دروس سابقة إنه كيف الإسلام شرع القصاص على القاتل، قطع يد السارق، الزاني جلده، وهكذا. ما المعنى المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ إلا هو نفسه، هذا السطر السابق كله له: جعل الإسلام لدماء الناس وأعراضهم وأموالهم حرمة عظيمة ووضع التشريعات التي تضمن لهم هذه الحقوق. خص النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن المسلمين، هذا الحديث النبوي اللي قرانا قبل شوي: لا تحاسدوا ولا تناجشوا إلى آخره. هذا بحكى المسلمين، مع أن النهي عن هذه الأمور تشمل الناس كافة، المسلمين والكافرين. علل ذلك أو بين الحكمة من ذلك. يعني هذا حقيقة تحميل الحديث فوق ما يحتمل، لك لأن في كتاب التوجيه لازم أنه نحفظ هذا الجواب. أولا لأنهم المخاطبون في الحديث، المسلمين هم المخاطبين في الحديث. اثنين، لأن المسلمين أغلب المجتمع والأكثر التزاما بالهدي النبوي، أكثر الناس التزام بحديث النبي إلا هو المسلمين، فأراد منهم أن يتربوا على هذه الأخلاق ثم ينقلونها إلى غيرهم. اكتب حديثا نبويا يدل على تحريم الاعتداء على الناس، أو أن الإسلام جعل لدماء الناس وأعراضهم وأموالهم حرمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ما التصرف المنهي عنه في الحديث لو الاعتداء على الناس؟ خلينا نشوف هذا السؤال اجى عبر مسائل. طبعا اجى في هذا الحديث، لان الحديث هذا او الدرس هذا موجود في المنهاج القديم، فكان اجى هذا السؤال من اسئله الوزاره في المناهج القديمه. تضمن الحديث الشريف وصايا اجتماعيه النهي عن امور عده، استخرج منه العباره التي تدل على حرمه كل تصرف من التصرفات الاتيه: واحد، قاطع سمير زميله ايمن ولم يعد يكلمه بسبب خلاف حصل بينهما الا هو لا تدابروا. في بيع سيارة بالمزاد العلني، زاد خالد في ثمن السيارة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليخدع المشتري ويرفع ثمنها للبائع إلا هو لا تناجشوا. بيع التناجش. تمنت سمية زوال نعمة المال عن زميلتها في العمل، له الحسد لا تحاسدوا. عرض مازن بشكل جاد على خالد أن يبيعه بضاعة معينة بثمن أقل مما اتفق عليه خالد مع معاذ. شوف أقل، إيش شو هذا؟ لا يبيع بيع بعضكم على بيع بعض. باع هاني، طبعا هذا السؤال ما كان موجود في الوزارة، هذا أنا حطيته. باع هاني على سلمان جهاز حاسوب 1000 دينار بمواصفات عالية تم الاتفاق عليها، ثم تبين لسلمان أن هاني غشه، وذلك أن هذا الحاسوب دون المواصفات التي تم الاتفاق عليها. لا تباغضوا، لأنه هذا إيه؟ سبب. إحنا قلنا الغش سبب للتباغض، لذلك هو لا تباغض. السبب للتباغض، لا تباغضوا. طيب، قارن بين التناجش والبيع على البيع من حيث كيفية كل منهما والحكم الشرعي. الحكم الشرعي طبعا الثنتين حرام، لكن كيفية التناجش الزيادة في ثمن السلعة لا بقصد شرائها بل لخداع الناس بذلك حتى يرفعوا سعرها.
أما للبيع على البيع فهو صورتان كما ذكرنا في بداية الدرس. طيب. يجي سؤال ضع دائرة معنى يخذله في قوله وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، معنى يتخلى عنه ويترك معونته أو يتخلى عن نصرته. تمني زوال النعمة الآخر يسمى إيه؟ الحسد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه رضا، والحمد لله رب العالمين.